معناها خلاص يا دكتور كورونا كاردياك سايكل معناها هارت بيت معناها ايه؟ هارت بيت وهارت بيت معناها سيستول ودايستول يبقى كاردياك سايكل معناها ايه؟ هارت بيت بيت يعني نبض يعني خبط والبيت معناها سيستول ودايستول يعني ايه؟ يعني انا لو بصيت على الاتريوم هلاقي الاتريوم ده بينقبض يعني يحصل فيه سيستول ويحصل له ريلاكسيشن يعني يحصل فيه دايستول مش كده ولا لا؟ يبقى دي كده على بعضها اسمها كاردياك سايكل بس بالنسبه لمين؟ للاتريوم الاسيستول فولود باي دايستول اسمها كاردياك سايكل بس بالنسبه للاتريوم حلو الكلام؟ هنيجي على الاتريوم هل انت يا بنت ليك كاردياك سايكل؟ تقول لي اه طب ما انا بعمل سيستول وبعمل دايستول طب والكاردياك سايكل هي ايه؟ نتكلم حتى مع بعض كده بس بالراحه يعني صحصحوا معايا ما تكلموش يبقى انا بعمل سيستول وبعمل ايه؟ دايستول يبقى برضه ليا حاجه اسمها ايه؟ كاردياك سايكل يبقى هنا في كاردياك سايكل ثانيه بالنسبه للفنتركل اهي اسمها سيستول وبرضه اسمها ايه؟ دايستول يبقى انا لو بصيت على الهارت دول الاقي عندي كام كاردياك سايكل؟ اثنين اتريال كاردياك سايكل وفنتريكولار كاردياك سايكل سايكل معناها ايه؟ ما تسهلوش بقى الاعاده هو المحاضره كلها اعاده معناها هارت بيت والبيت يعني ايه؟ سيستول ولا سيستول؟ فيديو لا تعالوا قدام طيب يبقى سيستول ودايستول يبقى دي اسمها اتريال كاردياك سايكل ودي اسمها فنتريكولار كاردياك سايكل عايزك تعرف معلومه الاول قبل ما نبدا احنا لسه ما بدأناش ادي الاتريال سيستول اتريال سيستول والباقي ده كله اسمه اتريال دايستول اما نيجي نعمل الفنتريكل ونرسمهم تحت بعض اوعى مره من المرات تنزل الفنتريكولار سيستول تحت الاتريال سيستول ما ينفعش الاتريال يرتبط في نفس الوقت اللي بينقبض فيه الفنتريكل والا القلب هيفتح يحصل له رش فبنعمل ازاي؟ نعمل كده يبقى الحته اللي هي كده اسمها فنتريكولار سيستول ويبقى هنا دايستول ويبقى هنا دايستول معنى هذا الكلام ان مستحيل الادريال سيستول يحصل في نفس الوقت مع الفنتريكولار سيستول انما ممكن يشترك في التسميه المقصود بها الادريا والفنتريكل في مين؟ في الدايستول ما يشتركوا مع بعض وهم عاملين ريلاكسيشن انما ما يشتركوش مع بعض وهم عاملين كونتراكشن لان الادريال هينقبض والفنتركل هينقبض يقوم القلب يرابشر من الضغط العالي يبقى الهار او الادريال والفنتركل ما يحصلش ستون مع بعض ات ذا سيم تايم انما ممكن يشتركوا مع بعض في حاجه اسمها دايستول يعني هنا ستون ويبقى هنا دايستول وهنا سيستول ويبقى هنا دايستول او هما الاثنين يشتركوا مع بعض في الدايستول يبقى هنا سيستول يبقى قصاده دايستول هنا سيستول يبقى قصاده دايستول او يشتركوا هما الاثنين في ايه؟ في الدايستول سهل كده؟ يبقى احنا كده عندنا كام كاردياك سايكل؟ اثنين ده صح صح عندي كام كاردياك سايكل؟ اثنين اتريال كاردياك سايكل وفنتريكولار كاردياك سايكل اتريال كارديال سايكل وفنتريكولار كارديال سايكل. الاتريال سايكل عباره عن سيستول اتريال سيستول واتريال دايستول. والفنتريكولار فنتريكولار سيستول وفنتريكولار دايستول. انا عايز الاربعه دول يتفضلوا بعد اذنكم دقيقه. انتوا الاربعه ومظبوطين. انتوا الاربعه. اه. نص دقيقه بس معلش. ما تخافش انت فاهم بقى تعالى 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 بس استنى دقيقه تعالى بس استنى دقيقه
بص يا جماعه ده دول كده الاكل. ركز بقى عشان هننسب بقى الصوره تتخيل احنا ماشيين ازاي. اسمنا ده عبد الرحمن اسمه اتريال سيستول. اسمه اتريال ايه؟ سيستول. سهله؟ واسمك ايه؟ محمد اتريال دايستول. اتريال دايستول. يبقى اتريال سيستول واتريال دايستول. سهلين؟ هنيجي بقى لمين دول؟ الفنتريكولا. يبقى عندي فنتريكولا سيستول وفنتريكولا دايستول. سهلين؟ ما تردوا؟ طيب تعالى يا دكتور. وقف قدام الاخ ده. وقف قدام محمد. قدام محمد. ايوه. تعالى بقى انت جنب يا دكتور. بس. تعالى انت قدام شويه. خليك مع الخط واحد. بس. بصوا بقى. دي الكارد ابسايكل اللي انتوا شايفينها دي. زميلي ده اسمه ايه؟ اتريال سيستول. طب واللي انت شايفه ده اسمه ايه؟ فنتريكولار سيستول. طب واللي انت شايفه ده اسمه ايه؟ فنتريكولار دايستول. امال مين اللي مستخبى ورا ده؟ اتريال دايستول. اتريال دايستول. بيكوز الاتريال ديبولاريزيشن بتاع الاتريال، ديبولاريزيشن اوف الاتريال ماسكت باي لارج ديبولاريزيشن اوف ذا فينتريكل. يعني الديبولاريزيشن بتاع الفينتريكل كبيره قوي والريبولاريزيشن بتاع الاتريال صغيره. يبقى الاتريال ريبولاريزيشن او الاتريال دايستول ماسكت باي لارج فينتريكولار ايه؟ سيستول. يعني محدش يقول لي مش موجود، هو موجود بس ده هو عشان كبير ما عامل له ماسك. يعني ماسك يعني مغطيه كفر. يبقى احنا بقى هنبص بقى على الهارت اهو، ده الهارت قدامنا. هلاقيه كام فيس؟ لا اله الا الله. ثلاث اتريال سيستول فينتريكولار سيستول فينتريكولار دايستول. يبقى هي دي الكارديو سايكل بتاع الاتريال والفينتريكولار الاثنين. يبقى هم ثلاثة بس في واحد مستخبي ورا مين؟ الفنتريكولار سيستول عشان بيبقى سمول. دايستول عشان بيبقى سمول. يبقى انا عندي الكاردياك سايكل اصلا ثلاثة فيزز. قولهم بقى اتريال سيستول فنتريكولار سيستول اند فنتريكولار دايستول. تاني اتريال سيستول فنتريكولار سيستول اند فنتريكولار دايستول. كمان مره اخيره اتريال سيستول فنتريكولار سيستول فنتريكولار دايستول. واحد هيقول لي فين الاتريال ماسك باي فنتريكولار سيستول. سهله كده. الثلاثه دول هكتبهم على الصفوف. طب ممكن تقفوا لغايه ما اكتبها بس عشان يتاكدوا ان الكلام صح. هيبقى هنا اول فيس في الكاردياك سايكل اسمه اتريال سيستول. اسمه ايه؟ اتريال سيستول. وتاني واحد اسمه ايه؟ فنتريكولار سيستول. وتالت واحد اسمه ايه؟ فنتريكولار دايستول. فنتريكولار ايه؟ دايستول. يبقى الكاردياك سايكل كام فيس؟ شكرا بقى. يبقى الكاردياك سايكل عباره عن ثلاثه فيس. هتزهقوا من الكلام يبقى مش هتذاكروا الكاردياك سايكل. احنا عايزين نعمل اكتيفيتي كده وكله صحصح كده للشعر كده وينام، ما حدش يفكر في حاجه. عايزين نطلع من المحاضره حافظين الكاردياك سايكل. لو اتبعتوني مش هتذاكروها مره واحده. يبقى الكاردياك سايكل كام فيس؟ ثلاثه. اتريال سيستول فنتريكولار سيستول وفنتريكولار سيستول. سهله كده؟ هقول النورمال هارت ريت كام؟ يعني القلب بينبض في الريست كام مره؟ تقريبا 75. تقريبا ايه؟ 75. ها بيت هتقول ايه؟ بيت بيت بير ايه؟ مينت. يعني المينت دي 60 ثانية مش كده ولا لا؟ هتردوا عليا؟ يبقى ال 60 ثانية بعمل فيهم كام هارت بيت؟ 75. يبقى أنا لو عايز أعرف كل بيت مدتها قد إيه؟ أعمل إيه؟ أقسم إيه على إيه؟ 75 على 60 تطلع كام؟ 8 من 10. تطلع كام؟ 8 من 10 سكند. 8 من 10 إيه؟ سكند.
ده أثناء إيه؟ الريست. أثناء الريست. يبقى النورمال هارت ريت بيساوي 75 بيت بير مينت، يعني 75 بيت في 60 ثانية. يبقى أنا لو عايز أعرف كل واحدة كام أقسمه على بعض هتطلع كام؟ 8 من 10. بص بقى. الكارديك سايكل الكارديك سايكل 8 من 10 ثانية. يبقى الكارديك سايكل الدوريشن بتاعتها كام؟ 8 من 10 ثانية. يبقى الكارديك سايكل كلها الدوريشن بتاعتها 8 من 10 ثانية. ايه؟ 60 او 75؟ 60 ثانية اقسمهم على 75 يبقى كل واحدة يبقى كام؟ مدة قد ايه؟ تطلع 8 من 10. طيب يبقى بقى 8 من 10، يبقى الكارديك سايكل 8 من 10 ثانية. 8 من 10 سكند. 8 من 10 سكند. هنقسم ال 8 من 10 سكند على الكارديك سايكل. فبصوا معايا. هلاقي الادريال سيستول اسمعوني فيز واحد ومدته 1 من 10. فيز واحد ومدته 1 من 10. حلو الكلام؟ يبقى هكتب هنا 1 من 10 سكند. تمام. اما نيجي للفنتريكولار سيستول هلاقيه 3 فيزز ومدته 3 من 10. ومدته كام؟ 3 من 10. يبقى هكتب اهو 3 من 10. يبقى ايه كده؟ 3 من 10 سكند طبعا سكند. اما نيجي للفنتريكولار دايستول هلاقيه 4 فيزز ومدته 4 من 10 اكيد. لان 1 من 10 في الاتريال سيستول و3 من 10 في الفنتريكولار سيستول يبقى كام؟ 4 من 10 في من ال 8 كلها يبقى ده 8 من 10 سكند. 4 من 10 سكند. يبقى كده الكارديك سايكل ها ديوريشن بتاعتها كام؟ 8 من 10. طب هي كام فيز؟ 3 ها؟ اتريال سيستول كام فيز؟ فيز 1 ومدتها 1 من 10. سهل. اقفل الكتاب. ايه الكتاب؟ لا تكتب لي في الكتاب يا عم، خليك معايا بقى الكتاب معايا. اما تروح تبهر تقطع الكتاب من المذاكره خليك بقى هنا. يبقى الاتريال الكارديك سايكل 3 فيز، اتريال سيستول وهو فيز واحد والدوريشن بتاعته 1 من 10. 2 فنتريكولار سيستول وهي 3 فيزز والدوريشن بتاعتها 3 من 10. وبعدين الفنتريكولار دايستول 4 فيزز والديوريشن بتاعتها 4 من 10. سهله كده؟ طيب بص بقى هنمسك بقى ايه؟ اقول لك ايه بقى؟ الفنتريكولار سيستول قلنا 3 فيز صح كده؟ عايزين نعرف اسمائهم الاول ايه؟ نعرف ايه؟ اسماء الفيز دي ايه؟ ما هو لازم نعرف. فهقول لك ايه؟ الهارت بيبقى كده اهو وبنعمل ايجكشن للبلد. فالقلب الاول هنتكلم عن الليفت فينتركل ونفس الكلام على الليفت فينتركل هو الكلام على الرايت ايه؟ فينتركل. اما نيجي نضخ الدم الى الاورطه فالفالف ده الاول بيتقفل والفالف ده بيتقفل زي ما هنعرف بعد شويه علشان القلب يجمع نفسه. يبقى القلب عايز ينقض فالاول بيعمل حجره مغلقه علشان يزود الضغط جواه. انا بقولها لك كده بالمعنى العامي بيجمع نفسه. بيجمع نفسه يعني ايه؟ يعني بيعمل كلوزد تشامبر. كلوزد تشامبر. وبعدين وبعد ما يعمل كلوزد تشامبر والضغط جواه يزيد ويبقى اعلى من الضغط بتاع الاورطه اعلى منه عشان يقدر يزق الدم زي ما خدناها في الكارديك اوتبوت يبقى هيعمل حاجه بس يفتح اورطه الضغط ويعمل ايجيكشن للبلد. فاول فيز كان القلب مقفول وبيجمع نفسه وبيزود البريشر فبيكون عليها ايزومتريك كونتراكشن فيز. يبقى بنقول عليها ايه؟ ايزومتريك كونتراكشن فيز. ايزومتريك كونتراكشن فيز اسمع مني اي ايزومتريك all valves are closed. اي ايزومتريك فيز بيبقى الفالفز اللي فيه كلها مقفوله
سواء كانت اللي فوق او اللي تحت. يعني اقصد المايترن اللي هي الايبي فالفز او الاورتيك اللي هو السبليور. يبقى اي ايزومتريك بيبقى الفالفز كلها مقفوله، يبقى اسمها ايزومتريك كونتراكشن فيز. يبقى ده الاولاني اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز. اسمه ايه؟ ايزومتريك كونتراكشن فيز. البريشر هيزيد فيه، وبعد ما يزيد هنعمل ايجيبشن للضغط. بس علشان الضغط كان جامد واحنا قافلين الاورطه، فاول ما يفتح الاورطه يطلع كميه كبيره من الدم. ليه؟ عشان احنا كنا قافلين الاورطه ومزودين البريشر جوه. فاول ما يفتح الاورطه يضخ شويه دم الطارئ. يبقى بيضخها بسرعه. بسرعه عشان البريشر عالي. فيقولوا عليها الرابيد ايجيبشن فيز. يقولوا عليها الرابيد ايجيبشن فيز، يعني الفيز اللي بيبقى فيه ايجيبشن جاز. طيب هيضخ معظم الدم اللي في الفيد، وهيتبقى شويه صغيرين في الاخر. الشويه اللي في الاخر دول بقى يجي الفنتركل منطبق جامد، يبقى هو الاول بيطلع كميه كبيره ويعصر نفسه يطلع الباقي. الاول يطلع كميه كبيره وبعد كده يعصر نفسه يطلع الباقي. فالشويه اللي باقيين هيبقوا كميه صغيره بالنسبه للشويه الاولانيين. فنقول عليها ايه؟ يبقى ده هنقول عليه رابت ايجيبشن فيز. اسمه ايه؟ رابت ايجيبشن فيز. والتاني هيبقى اسمه سلو ايجيبشن فيز. ساعات بيقولوا على الرابت ماكسيمال ايجيبشن فيز، ماكسيمال عادي، وعكس ماكسيمال ريديوس. فيبقى ساعات يقولوا على ده برضه ماكسيمال ايجيبشن فيز، وساعات يقولوا على ده ريديوس ايجيبشن فيز. يبقى كده عندي الفنتريكولار ستول كام فيز؟ ثلاثه. ايزومتريك كونتراكشن فيز، رابيد ايجيبشن فيز، سلو ايجيبشن فيز. هو انتوا بيعمل ليه؟ هو انتوا جايين ليه اصلا؟ عشان ننام؟ مش صح كده يا شباب؟ صح. درس مهم والله، والله لو روحتوا ما فهمتوش مش هتعرفوا تذاكروه. والله بحلف لكم بالله. فصحصحوا كده. مش كل واحد عايز ينام كده، صح. طيب. يبقى الاكريال سيستول هو فيز واحد، واسمه اكريال سيستول، والدوريشن بتاعته 1/10. نيجي للفنتريكولار سيستول هلاقي الدوريشن بتاعته 3/10 وهو 3 فيز. اسمهم ايزومتريك كونتراكشن فيز، رابيد ايجيبشن فيز، وسلو ايجيبشن فيز. سهلين؟ طيب نفس الفيزز دي هتحصل في الدايستول نفسها، بس بدل ما اقول بص ادي الهارت اهو وادي الاتريم اهو اما اقول هعمل فنتريكولار دايستول، يبقى الاورتيك فالف مفتوح ولا مقفول؟ مقفول. هعمل دايستول، اجيب الدم من الاتريال للفنتريكل ولا من الاورتر للفنتريكل؟ من الاتريال مقفول. من ايه للفنتريكل؟ من الاتريال. يبقى لازم يتقفل. لا اله الا الله. واحنا اللي هندوخه هنرجعه تاني؟ هنلعب حوالين ايتيتا ولا ايه؟ اللي انت هتدوخه في الاورتر هنرجعه تاني؟ يبقى مش لازم. يبقى بعد ما تدوخ الدم بره تقفل الاورتر عشان الدم ما يرجعش. طيب فاول فيز عندي زي ما كان هنا اسمه ايزومتريك كونتراكشن، هيبقى هنا هو كده عايز يعمل ايه؟ دايستول. يعني ايه دايستول؟ ريلاكسيشن. فهيبدا برضه الاول ويقفل اول فالفز ويستعد للريلاكسيشن. يبقى الاول يبقى كلوزد تشامبر عشان يستعد للكونتراكشن، وبعد ما يخلص الكونتراكشن يبقى كلوزد تشامبر عشان يستعد للدايستول. هو كده تمام؟ طيب
طب ما احنا قلنا اي ايزومتريك لازم الفالفز كلها تكون ايه؟ مقفول، مش كده ولا لا؟ يبقى اول فيز عندي، سيبك من ده، هيبقى اسمه ايزومتريك. كمل بقى، كونتراكشن يبقى ريلاكسيشن فيز، ايزومتريك ريلاكسيشن فيز اللي هي عكس الايزومتريك كونتراكشن فيز. هو في الاول اتقفل عشان يستعد للسيستول، ودلوقتي اتقفل عشان يستعد للدايستول. يبقى اسمها ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، ايزومتريك ريلاكسيشن فيز. بس في الحاله الاولى احنا كنا عايزين نعمل ايه؟ ايجكشن. كنا عايزين نعمل ايه؟ ايجكشن. فهنفتح مين؟ الاورطه. طب في حاله الدايستول احنا عايزين نعمل ايه؟ فيلينج. عايزين نعمل ايه؟ فيلينج. فيلينج يعني نملى مين؟ الفنتر. يبقى هنفتح انهي فالف؟ المايترال اللي هي الاف ايه؟ فالف. اما افتح الاي في فالف يبقى الفنتر ده هيبدا يتملي بمين؟ بالدم. يبقى كده هيبقى اسمها ايه؟ فيلينج. انما في الحاله دي اسمها ايه؟ ايجكشن. فاهمين ولا لا؟ يبقى هسميه برضه بنفس الاسماء. ها؟ خليك انت بقى، يبقى اسمه الرابد، ها؟ الرابد فيلينج فيز، و سلو فيلينج فيلينج فيز، او نفس الكلام اقول عليها ماكسيمم فيلينج فيز او ريديوس فيلينج فيز. تاني بقى تشابه تباين، اعمل كونتراست. الفنتريكولار سيستول كام فيز؟ ثلاثة، ومدته 3/10. واول فيس اسمه، واول فيس اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز، رابيد ايجكشن فيز، سلو ايجكشن فيز. ادي الثلاثه بتوع السيستول. هنيجي على الدايستول، نفس الثلاثه ونفس الاسماء، بس انا في حاله السيستول بعمل ايجكشن للبلد، وفي حاله الدايستول بعمل فيلنج للبلد. يبقى اسمهم ايه؟ ايزومتريك ريلاكسيشن فيز، رابيد فيلينج فيز، و سلو فيلينج فيز. سهلين كده؟ يبقى باقي فيز واحد. يبقى باقي فيز ايه؟ واحد. يقول لك ايه؟ ان لكل شيء طليعه. طليعه دي يعني مقدمه، زي كده البريكيرسور في البايو. انا عايز اكون حاجه معينه بيبقى لها بريكيرسور. بريكيرسور يعني ماده مقدمه للماده اللي هكونها. فهو كده، فالدايستول ليه طليعه، زي طليعه القمر الهلال. الهلال يبدا يبقى القمر هيجي بعدين، يبقى مقدمه القمر الهلال. مقدمه الدايستول بروتو دايستوليك فيس. يبقى البروتو دايستوليك، بروتو يعني قرب، بروتو يعني قرب، يعني في اسمه فيه. احنا عملنا سيستول وبعدين هنعمل بقى الطليعه، وبعدين نعمل الدايستول. عملنا السيستول، نعمل فيز اسمه بروتو دايستوليك فيز، بروتو دايستوليك، بس هو تبع الدايستول، بروتو دايستوليك فيز، وبعدين نعمل الدايستول. يبقى عملنا سيستول، وعملنا الطليعه، وعملنا الدايستول. الطليعه دي اسمها ايه؟ بروتو دايستوليك فيز. يبقى الفيز اللي انا سايبه في الاخر ده اسمه بروتو دايستوليك فيز. اسمه ايه؟ بروتو دايستوليك فيز. هارت سايكل يعني ايه؟ هارت بيت. وبيت يعني ايه؟ سيستول ودايستول. يبقى عندي كام كاردياك سايكل؟ اثنين، اتريال كاردياك سايكل وفنتريكولار كاردياك سايكل. طب كل سايكل عباره عن ايه؟ اتريال سيستول ودايستول وفنتريكولار سيستول ودايستول. مين اللي مستخبي؟ الاتريال دايستول. يبقى قدامي اتريال سيستول، فنتريكولار سيستول، وفنتريكولار سيستول. امال فين الاتريال دايستول؟ ماسكت باي لارج عشان يبقى كبير. ها؟ فنتريكولار سيستول. انا الهارت ريت بتاعي كام؟ 75. في كام؟ في الدقيقة. يبقى انا لو عايز احسب كل بيت قد ايه؟ اقسم ال 60 ثانية دول على عدد النبضات. يبقى 70 60 على 75 تطلع كام؟ 8/10. يبقى الكاردياك سايكل الدوريشن بتاعتها كام؟ 8/10. اسمعني بقى، وهي 8 فيزز. يبقى 8/10 وهي كام؟ 8 فيز. نعدهم مع بعض بقى، بس قول بقى من تحت. اي اتريال سيستول، اتريال سيستول، ايزومتري كونتراكشن فيز،
رابط ايجيبشن فيز ستو ايجيبشن فيز ها بروتو دايستوليك فيز ها ايزومتريك ريلاكسيشن فيز ها رابط فيلينج فيز اند سلو فيلينج فيز 8 اهو يبقى الكاردياك سايكل 8 من 10 وهي 8 فيزز الفنتريكولار سيستول 3 فيز والدوريشن بتاعته 3 من 10 الفنتريكولار دايستول 4 فيز والدوريشن بتاعته 4 من 10 طب انا يا دكتور بقى عايز اعرف كل فيز قد ايه انت قلت لي السيستول 3 من 10 طب ده كام وده كام وده كام وده كام فاهمني هحفظها لك كده ادي 1 من 10 خلاص يبقى دي 1 من 10 منتهيه هيبقى ده كام 3 من 10 ده 5% وده 15% يبقى مجموعهم كام 5% و15% يبقى 2 من 10 مش كده ولا ايه مش كده 2 من 10 ما ترد يا ولاد 2 من 10 وهو كام يبقى ده كام 1 من 10 فهمت كده تعالى بقى من الاخر من الاخر بقى ده اهو 2 من 10 يبقى كام 2 من 10 طب ده 1 من 10 يبقى كام 1 من 10 ده 4% وده 6% يبقى كده حفظنا الديوريشن بتاع الكاردياك سايكل كلها دول وبقى ده مش هسيب دلوقتي اكتب السؤال اكتبه عشان ما تنساهوش لو ما جاوبتكش في الاخر هتدور بس انا ما قلتش حاجه لسه ده لسه بسكت كاردياك سايكل 8 فيز والديوريشن بتاعتها 8 من 10 الادرس ستول فيز واحد والدوريشن بتاعتها 1 من 10 الفنتريكولار سيستول 3 فيزز والدوريشن بتاعتها 3 من 10 في اول فيز اسمه ايزومتريك كونتراكشن فيز رابيد ايجيبشن فيز سلو ايجيبشن فيز اللي ايزومتريك كونتراكشن فيز واللي بعده 2 من 10 اللي هم 4 5% و15% و1 من 10 الارقام مهمه هنيجي للدايستول هيبقى كام 4 من 10 الاخير اللي هو السلو الفيلنج فيز 2 من 10 والرابد 1 من 10 يبقى ادي 1 من 10 هقسمها على البروتو دايستوليك والايزومتريك هي 4% و6%. سهلين؟ سهلين كده؟ هعمل ايه انا بقى كمان؟ هسمي الفيزز دي بارقام. يا جميل هتبقى اعتبارها من ارقام النهارده معلش. ده هقول عليه فيز واحد وده هقول فيز اثنين وده هقول عليه ثلاثة وده هقول عليه أربعة وده فيز خمسة وده فيز ستة وده فيز سبعة وده فيز ثمانية يبقى ما أقول لك فيز 1 المقصود بيه الأتريس ستون فيز 2 المقصود بيه الأيزومتريك كونتراكشن فيز فيز 2 رابيد إيجيبشن 3 رابيد إيجيبشن فيز فيز 4 سلو إيجيبشن فيز فيز 5 بروتو دايستوليك 6 يبقى ايزومتريك ريلاكسيشن والرابيد فيلينج يبقى 7 والسلو فيلينج يبقى 8 سهلين كده؟ سهلة؟ انسوا بقى اللي قلت وخد ناجح ستايل ناجح ستايل ده بتقول ايه؟ اسمع بقى وركز معايا مالكوش دعوه بالفيلم بقى مش عايزين فيلم دلوقتي عايزين نبدا شويه كده ايه اخبيه كلنا اهو مع بعض اهو عشان محدش يزعل يبقى كلنا كده هنعمل اخبيه دلوقتي فهنقول ايه اي فالف بيفتح في 3 فيزز ويقفل في 5 فيزز مش هما 8 ما تردوا بقى كده وصحصح مش هما 8 اي فالف اهم 8 اهو اي فالف يفتح في 3 ويقفل في 5 اي فالف يفتح في 3 ويقفل في 5 يبقى نجح ستايل الاولى بتقول ايه وهم كذا واحده كده اما تعرفهم هنحفظ الكاردياك سايكل اي فال بيفتح في 3 فيزز ويقفل في 5 فيزز يبقى الاسهل احفظ المفتوح ولا المقفول المفتوح عشان شويه صغيرين يبقى القاعده بتقول ايه اي فال بيفتح في 3 ويقفل في 5 يبقى الاسهل لي احفظ الثلاثة اللي هم المفتوحين. طب انا عندي كم نوع من الفالفز؟ اثنين يا اما A V فالفز يا اما سيمي نولر فالفز.
الام الرمز المقصود بها مين؟ الميتران والبرايكاستر. السيليونر المقصود بها مين؟ الاورتك والبلمونر. حلو الكلام؟ بص لي بقى. حاجه اهو واخد خط كده اهو. ادي خط اهو 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 واجي راجع تاني بنفس الخط اهو 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 واعمل كمان مربع فوق اهو 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 وارجع تاني اهو 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 اهو. وحكم ايه بقى؟ انا بذاكر، خلي بالك مش لعب عيال، ده دي مذاكره، دي خبرات، دي هقول عليه الـ A V Vals. يبقى المربع اللي فوق ده المقصود بيه مين؟ الـ A V Vals اللي هما الميكرال والترايكاستر، واللي تحت دول هكتب عليهم سيميليونر فالفز، عشان عنده العند الفالفز مفروض بقى. يبقى كل واحد في دول يفتح في ثلاثه ويقفل في خمسه، ودول هيفتحوا في ثلاثه ويقفلوا في خمسه. لو بتتكلم على الرايت سايد هيبقى معاها الليفت سايد، يعني لو بتتكلم على الماترا هيبقى معاها الترايكاست، لو بتتكلم على اورتك هيبقى معاها البالمون هو هو. طيب بص لي بقى، يبقى ايه؟ بص لي بص لي الايه في فالفز بتفتح في ثلاثه، تفتح في ثلاثه وتقفل في كام؟ تقفل في خمسه. يبقى انا هحفظ مين؟ الثلاثة اللي بيفتح. بص لي دي عاملة زي رقم كام في العربي؟ سبعة. بص لي بقى، سبعة ثمانية، أنا بعد ثمانية إيه؟ واحد. ما هي السايكل اللي هو الإيه ده الإيه؟ سيستور مش كده ولا لأ؟ ما هتمشي تاني بقى. يبقى سبعة ثمانية واحد. بص لي بقى، وهاجي ماسك القلم تاني، بص لي وهاجي مظلل دي أهي، اما ظللها يبقى معناها ايه؟ مقفول. يبقى كده الايه في فالفز بتفتح في سبعه وثمانيه وواحد، سبعه ثمانيه واحد، سبعه اهي وثمانيه اهي وواحد اهو اهو اللي المفروض هيبقى بعدها ده الدور، يبقى هنا واحد. يبقى تاني بقى، ابص اهو هرجع اهو، ايه في فالفز A V فالفز يفتح في كام؟ ثلاثة. ويقفل في كام؟ خمسة. عايز احفظ مين؟ الثلاثة. اعرفهم ازاي؟ اهي قدامك اهي، سبعة اهي، سبعة. يبقى سبعة ثمانية واحد، ولازم اللي يتفتحوا يبقوا ورا بعض، لازم يبقوا ورا بعض. يبقى سبعة وثمانية وايه؟ واحد. هسألك بقى في الـ MCQ واقول لك ايه؟ بص على السبورة عشان اقول لك. في الايزومتريك كونتراكشن فيز الـ A V فالفز مقفول. صح صح اهو. بص فوق الايزومتريك كونتراكشن فيز الايه فالفز مقفول، ابقى احفظها. شوف هتحفظها ازاي من الرسمه بقى. هقول لك ايه، في السلو ايجيكشن فيز، سلو ايجيكشن فيز اهو، سلو ايجيكشن فيز، سلو فيلينج فيز اهو، الايه فالفز ار كلوز، يبقى بقى زي انها مفتوح، فاهم ولا لا؟ هقول لك في الرابيد فيلينج فيز الايه فالفز مقفوله، يبقى غلط. فهمت بقى الاسئله دي ازاي؟ طيب هنيجي بقى للسيميليون. السيميليون هم كمان هيفتحوا بكام؟ بثلاثه، ويقفلوا بكام؟ بخمسه. احفظ مين؟ الميتين اللي هم كام؟ ثلاثه. اسمهم ايه؟ اسمهم ايه؟ قول قول السيميليون. ثلاثه اربعه خمسه، سيميليونر ثلاثة أربعة وخمسة. يبقى لو رمينا احنا من ايه؟ من V اللي هي السبعة، والتانية اسمها ايه؟ سيميليونر، يعني ثلاثة أربعة وخمسة. يبقى ثلاثة أهي، أدي واحد اثنين، يبقى ثلاثة وأربعة وخمسة. فاهمين ولا لا؟ وأنا جاي بالقلم ومظلل دي، مظللها يبقى معناها ايه؟ قول، يبقى معناها مقفول. وأجي أهو وأكمل كده، يبقى دي برضه معاها ايه؟ مقفول اهو، ادي مقفول اهو. فاهمني ولا لا؟ يبقى هقول لك ايه بقى؟ السيميليونر فالفز هتفتح في ثلاثة وتقفل في خمسة، ايه الثلاثة؟ ثلاثة وأربعة وخمسة، والباقي يبقى مقفول. بص على السطور.
هقول لك في الايزومتريك كونتراكشن فيز الايفي فالفز مقفوله صح ولا غلط؟ صح. الايفي فالفز مقفوله صح. السيميليونر فالفز مقفوله صح. حد في اي واحد بقى حط لي عليه اهو وليكن اسمه بروتو دايستوليك فيز. هقول لك ايه اللي بيحصل فيه؟ تقول لي الايفي فالفز مقفوله والسيميليونر فالفز مقفوله. فهمتوا كده؟ يبقى اي فالف يفتح في ثلاثه ويقفل في خمسه. فعندي كم نوع من الفالفز؟ اثنين. ها؟ يا اما اي في فالفز يا اما سيميليونر فالفز. فالاي في فالفز تفتح في كام؟ سبعه ثمانيه واحد. والسيميليونر فالفز يفتحوا ثلاثه واربعه وخمسه. سهله؟ سهله كده؟ صلوا على النبي. يبقى كده عرفنا كم معلومه؟ خلي بالك الخط كده بثمان معلومات. يعني ايه ثمانيه؟ ما انا بسالك بقى اقول لك في الاكل يا ستون ايه؟ الباب اخباره ايه؟ في الايزومتريك ايه؟ في الرابط في الايجيبشن ايه؟ في السلوك الثمانيه، بسالك على الثمانيه واسالك بمزاجي في اي واحده فيهم. يبقى قابلنا لو خلصتهم من غير الرسم. يبقى هنا ثمان معلومات وهنا ثمان معلومات وهنا ثمان معلومات وهنا ثمان معلومات. حد فاهم حاجة؟ ولا انتوا فاهمين؟ يعني هنا حفظت اسماء الكارديك سايت الفيز اللي هي ايزو اكريت ستور، ايزومتري كونتراكشن فيز، رابيد ايجيبشن فيز، سلو ايجيبشن فيز، بروتو دايستوليك فيز، بروتو دايستوليك فيز، ايزومتري ريلاكسيشن فيز، رابيد فيلينج فيز، وسلو فيز. يبقى ديت الفيز. يبقى دي بقول عليها ثمان معلومات عن الفيز. الثمانيه التانيين عن الديوريشن اللي هي الزمن المده. فالاكريس ستول فيز واحد والديوريشن بتاعته 1/10، والفنتريكولاس ستول ثلاثه فيزز والديوريشن بتاعته 3/10، عباره عن 5%، 15%، و 1/10. الفنتريكولار دايستول اربعه فيزز عباره عن بروتو دايستولي وايزومتريك ريلاكسيشن ورابيد فيلينج وستو فيلينج. الاولاني هيبقى 4%، 6%، 1/10، 2/10. المعلومه الثالثه اللي هي عن الايفي فالفز يبقى ثمان معلومات، يفتح في ثلاثه ويقفل في خمسه، وهو اسمه ايفي فالفز، يبقى يفتح في سبعه وثمانيه وواحد. سبعه ثمانيه وواحد عشان نبدا دوره جديده. طيب السيميليونر فالفز هتفتح في ثلاثه وتقفل في خمسه، فهتفتح في ثلاثه واربعه وخمسه. سهله؟ سهله لغايه دلوقتي؟ اظن العمر ما حدش شرح لكم بالطريقه دي. خد بقى اللي جاي. هتكلم عن حاجه اسمها هارد ساوندز. هارد ساوندز دي هتبقى براكتيكال، هتاخدوها في البراكتيكال. بس هيقول لك ايه؟ الصوت الاولاني في الحته الفلانيه بالنسبه للكاردياك سايت، والصوت الثاني في الحته الفلانيه بالنسبه للكاردياك سايت. يبقى احنا لازم نعرف الاصوات بتاع الهارت اين تقع على الكاردياك سايت. نجح ستايل بيقول ايه؟ بيقول الايزومتريك واللي بعده والايزومتريك واللي بعده. ايه الفرق بين الكلمتين؟ الايزومتريك واللي بعده مفيش خالص، وهنا هقول والايزومتريك واللي بعده. محدش فاهم يعني بقول الايزومتريك واللي بعده بدون فواصل يبقى حاجه واحده، وما اقول الايزومتريك واللي بعده يبقوا حاجتين. حد فاهم حاجه؟ طب خليك معايا انا فاهم. بص لي كده، هاجي اهو واقول ادي الايزومتريك واللي بعده، ادي الايزومتريك واللي بعده اهو اهو. بص لي اهو، بص لي بس. يبقى كده انا خدت فاصل ولا مع بعض الاثنين؟ يبقى اسمها ايه؟ ها؟ الايزومتريك واللي بعده، الايزومتريك واللي بعده، الايزومتريك واللي بعده. طب نقول الثاني عشان نفهم. وادي الايزومتريك الثاني اهو اهو، بص لي وقلت والايزومتريك وقفت شويه وقفت وبعدين واللي بعده واللي بعده. يبقى هنا في فاصل، يبقى في ايه؟ فاصل. يبقى هنا قلت الايزومتريك واللي بعده، وهنا قلت الايزومتريك
وقفت شويه وقلت اللي بعده، وبعدين اوصل دي كده واوصل دي كده وهاجي اهو وهسيبها شويه. العايز يمد كل لعبه ده الفيرست هارت ساوند، ده الفيرست هارت ساوند. يعني الصوت الاول بتاع الهارت بسمعه في كام فيزس؟ اثنين. اوه ما هو ده الفوق ده الايس كوميتريك كونتراكشن فيز والرابيد ايجيكشن فيز. الحته دي بيقولوا عليها ايه؟ ايرلي كومبوننت، يعني الجزء الاول بتاع الصوت. طب عكس ايرلي ليه؟ الثاني هنقول عليه ليت كومبوننت. هقول عليه ايه؟ ليت كومبوننت. يبقى الصوت الاول له جزئين، الجزء الاول في الايزومتري والجزء الثاني في الرابيد ايجيكشن فيز. يبقى قلنا ايه؟ عشان اعرف الهارد ساوند هقول ايه؟ الايزومتري واللي بعده والايزومتريك واللي بعده. يبقى لما اقول الايزومتري واللي بعده معناها ايه؟ الفيرست هارد ساوند موجود في كام فيزز؟ اثنين. ايزومتري كونتراكشن فيز ورابيد ايجيكشن فيز. الايزومتر بيبقى في الايرلي بار والرابيد ايجيكشن بيبقى في الليت بار. طب نيجي للتاني، قلت لك ايه كمان الكلمه الثانيه كانت بتقول ايه؟ الايزومتر يبقى ده الثاني ده الفيرست وده السكند ده الثاني. يبقى انا هقطع السكند هارت تساوي في الايزومتر ريلاكسيشن فيز وده الثالث، يبقى انا هقطع الثالث في الرابيد فيلينج فيز. يبقى الهارت ساوند موجوده فين؟ ايه القاعده بتاعتهم؟ ناجح السلايد بتاعهم بيقول ايه؟ الايزومتريك واللي بعده والايزومتريك واللي بعده. وانت نايم كده بالليل تقعد تفتكر الكلام ده. ايه الهبل اللي كان بيقوله لنا النهارده ده؟ هو كده. يبقى الايزومتريك واللي بعده المقصود بيه الفيرست هارت ساوند، والايزومتريك يبقى السكند هارت ساوند، وهقف شويه اقول واللي بعده يبقى الثيرد هارت ساوند. طب انا عندي كام هارت ساوند؟ اربعه. فيرست هارت ساوند، سكند هارت ساوند، ثيرد هارت ساوند، اند فورث هارت ساوند. هيبقى هنا، يبقى هنا هيبقى في الفورث هارت ساوند. طب انا هقول ايه؟ ازاي الاربعه قبل واحد؟ ما هي ده امر، ما هيبقى الاربعه هنا اهو، فاهم ولا لا؟ مش سايكل يا جماعه هتتكرر تاني. يبقى هنا الاربعه عادي. يبقى هنا هنقول الفيرست هارت ساوند فين؟ في الايزومتريك انا حافظهم في الايزومتريك والرابيد ايجيبشن فيز. طب والسكند؟ في الايزومتريك ريلاكسيشن فيز. طب والسير؟ في الرابيد فيلينج فيز. طب والفور؟ في الاكلينس سلور. اسمع بقى على السبور هقول لك ايه؟ شوف الاسئله بتيجي ازاي؟ هقول لك في الايزومتريك كونتراكشن فيز بص اتس ديوريشن 15 من 100، صح ولا غلط؟ هو انا بقول الصبور اتس ديوريشن 15، انا بتكلم على ده على ده اهو ده اهو اتس ديوريشن 15 من 100، صح ولا غلط؟ لان الديوريشن بتاعته 5 من 100. بص لي بقى بيبقى فيه الايرلي كومبوننت وذا فيرست هارت ساوند، صح ولا غلط؟ صح. وبيبقى فيه الايرلي فولفز مقفوله، صح. وبيبقى فيه الاتريو السيميليونر فالفز مقفوله. حاجة على اي فيز وانا مش شايف زي ما ايدي دي اهو، ده الفيز اسمه بروتو دايستوليك فيز. خلاص هقول لك ايه في هارت ساوند؟ ذير از نو هارت ساوند، ذير از نو هارت ساوند. طب هنا الاتري فالفز كلوز، طب وهنا السيميليونر فالفز اوبن. طب فوق اتس ديوريشن از 4 من 100، صح ولا لا؟ مش كده؟ اهو اهو هيبدا ايه؟ 4 من 100 اهو، صح كده؟ فهمنا احنا بنذاكر ازاي؟ انا بعيد كل شويه. يبقى كده خدنا كمان 8، ادي كمان 8 معلومات وهي عباره عن الهارت ساوند. 8 8 8 8 8 يبقى 5 في 8 يبقى 40 معلومه. حتى فاهم حاجه؟ فاضل 40 زيهم. هم 80 اهو. يعني انا بذبح في قلبي عشان اعرف اهو. بتقول لي مش كتير، خلاص اعرف اللي انت عايزه. ايه؟ هسيبها لك هناك هتصور وهبعتها لك على الجروب كمان، انا عاملها انا على ايدي هبعتها لك. ما حدش يشغل دماغه بس بالكتابه ولا اي حاجه، هبعتها لك متصوره وبصورها من على السبوره.
ذاكر احفظ بس معايا. هنيجي لحاجه اسمها اي سي جي الكترو كارديوجرام. انتوا في البراكتيكال ولا لسه؟ اي سي جي براكتيكال. اي سي جي معناها الكترو كارديوجرام. يعني انا لو جبت القلب وعايز اعمل له رسم قلب بيطلع فيها ويفز. الويفز دي عايزين نحطها على الكارديو سايكل. يبقى في بي ويف، كيو ويف، ار ويف، اس ويف، تي ويف، واحيانا بيبقى في واحده ثانيه اسمها يو مش مهم دلوقتي. يبقى عندي خمسه اساسيين اسمهم بي كيو ار اس تي. عايزين نعرف البي فين والكيو فين والاس فين والار فين والتي فين، كل واحده فين. فاهمني؟ نجح ستايل بتقول ايه؟ كل واحده لها نجح ستايل. صلوا على النبي. قبل ما اخش عليها هقول لك حاجه معينه. هو الاي سي جي انا ظهرت اهو وادي يا دوب الاي سي جي يا دوب الاي سي جي كهرباء ولا ميكانيكال كونتراكشن؟ يعني سيستول ودايستول؟ الاي سي جي الاكشن بوتنشال اللي هو الالكتريك اكتيفيتي اوف ذا هارت، يبقى كهرباء ولا ميكانيكال؟ كهرباء. حلو الكلام. طب والكارديك سايكل ميكانيكال ولا كهرباء؟ ميكانيكال. صح. يبقى كلمه سيستول ودايستول يبقى ميكانيكال. طب القلب عشان ينقبض الاول وبعدين يتكهرب ولا يتكهرب الاول وبعدين ينقبض؟ يتكهرب الاول. اللهم صل على النبي. يعني معنى هذا الكلام ان الكهرباء تسبق الميكانيكا، صح ولا لا؟ يعني اكهرب الاول وبعد كده اعمل سيستول او دايستول. يبقى لازم الاول اكهرب الاول. اكهرب يبقى اسمها بدري، هي بتبدا الاول وبعدين اعمل سيستول او دايستول يبقى متاخر. دايما الكهرباء بتسبق الميكانيكال ب 2 من 100 سكند. الكهرباء بتسبق الميكانيكال ب 2 من 100 سكند. الكهرباء يعني الاي سي جي يغلب الكاردياك سايكل اللي هي دي، ما الكاردياك سايكل ميكانيكال يعني سيستول او دايستول، يسبق الكاردياك سايكل ب 2 من 100 سكند. فاهمني كده؟ فهقول لك بص لي بس وانا هفهمك انا عايز اقول ايه. بيبقى في الاتريا سيستول حاجه اسمها بي ويف. اسمها ايه؟ بي ويف. هتبقوا تاخدوها بقى يعني معناها ايه؟ يبقى كده بص لي دايما البي ويف بدات مع الاتريا سيستول، صح ولا لا؟ طب احنا ليه بقى بنصحصح كده معاك؟ البي ويف بدأت مع الأدريال سيستول، ده صح ولا غلط؟ صح. صح ليه؟ ما احنا قلنا الكهرباء بتسبق الميكانيكال ب 2 من 100 سكند. يعني عايز أقول إن البي ويف دي بص لي هتبدأ قبل السيستول ب 2 من 100 سكند. يبقى قبل الفيز ب 2 من 100 سكند. يبقى معناها إن أنا كهربت الأول وبعدين عملت كونتراكشن. فاهمين ولا لا؟ يبقى دايما البي ويف ستارتس 2 من 100 سكند بيفور اتريال سيستول. فاهمين كده؟ فهمتوا اقصد ايه بقى؟ يبقى دايما الاي سي جي يسبق الكارديك سايكل ب 2 من 100 سكند. سهله دي. طب بص لي بقى احنا هنقول بقى الويفز. بص لي ادي البي وبعد البي ايه؟ بعد البي الكيو وادي الكيو اهي. خلي بالك لما تيجي تاخد رسم القلب بقى هيقول لك ان الكيو اسمها نيجاتيف ويف نازله لتحت والبي اسمها بوزيتيف ويف يعني طالعه لفوق. لو ربنا سهل وبقى في وقت هبقى اشرح لكم انا الاي سي جي بعد الامتحان. هحاول اظبط لكم محاضره واشرح لكم بنجاح سلايد هتفهموها كويس. المهم هنعمل كده البي وادي الكيو بعد البي كيو زي حروف الانجلش بالظبط بي كيو وهبص بقى طالع فوق بعد الكيو مين؟ قول بعد الكيو مين؟ الار. الار تبقى في النص ما بين الاتريال سيستول
وما بين الايزومتريك كونتراكشن ما بين يعني الثمانيه راس الهرم ده يبقى على الخطين في النص يبقى انا عامل فيها اهو واجي نازل كده حد فاهمني يبقى اسمها بي ها كيو ها ار هيبقى في مين بقى اس الاس برضه ما دخل اس دي هيقول لك نيجاتيف ويت نيجاتيف ويت وبعدين ادي ماشي بقى بالصفر دي كده دي كده هتاخدوها بقى بعدين اسمها اس تي سيجمنت اسمها ايه اس تي سيجمنت يبقى اقول بقى كده بي كيو ار اس بي كيو ار اس بي كيو ونص الار في الادرينال سيستم نص الار الثاني مع الكيو ايه فوق في الايزومتريك كونتراكشن فيز الاس تي سيجمنت فوق في الرابيد فيلين رابيد ايجكشن فيز اهو رابيد ايجكشن فيز نقول بقى طب نكمل الاول كده بقى كام ويف والواحد بي كيو ار اس تي هما خمسه تي اسمعني بقى تي نادي ستايل تي تطلع تطلع في فيز وتنزل في اثنين 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 تطلع في واحد وتنزل في اثنين يبقى هتطلع كده بص لي بقى بص لي بقى تطلع في واحد اهو يعني تطلع في فيز واحد يبقى لما يجي في السلو ايجيشن فيز او الاثنين اس هحلها لك بالاسم اهو عشان لما تبدي تقرا في الكتاب يبقى اسمها اسيندينج بار اوف تي وي اسيندينج بار اوف تي وي وقلنا تي تي تنزل ها تنزل تنين تنين تنزل في اثنين يبقى ادي واحد وادي الثاني يبقى كده سهم نازل لتحت ودي سهم نازل لتحت واقول على دي اسمها ايرلي علشان المساله في الاي سي جي تعرف ان الحته دي اسمها الايرلي والحته دي اسمها الليت والحته دي اسمها السيني وبعدين نبدا دي كده اسمها ايه؟ اقول لك انا بس استنى هو مين الكاس اللي بعد هنا اللي هنا اسمه ايه؟ ادريان ايوه قول ده يبقى هنبدا 2 من 100 سكن قبل الادريان سيستم يبقى هنا البي ويف هتبدا كده صح ولا لا؟ 2 من 100 سكن يبقى دي مين؟ البي طب ودي مين؟ دي مين؟ التي ودي مين؟ التي اسمي الحته دي ايه؟ ها؟ تي ها؟ بي سيجمنت تي بي سيجمنت يبقى اسمها تي بي سيجمنت تي بي ايه؟ سيجمنت تمام خلصت هنجري الاي سي جي كم ويف؟ خمسه بي كيو ار اس تي دايما الكهرباء تسبق السيستول او الدايستول اللي هو الميكانيكال ب 2 من 100 سنه فهلاقي ان البي تبدا 2 من 100 سنه الار الار كلمه الار بتبقى ما بين التو فيز يبقى اللي بعدها بعدها واللي قبلها قبلها طب ايه اللي قبلها؟ البي والكيو ونص الار طب واللي بعدها؟ بقيه الار والكيو والاس والاس خلاص وبعدين اس في سيجمنت دايما بعد ما تخلص الويف تعمل حته كده اسمها اس في سيجمنت تمشي على البيز لاين على الايزوليتد لاين هنا طبعا دي مش مظبوطه قوي لان دي بعملها كده اهي وتمشي كده فبيبقى في هنا حاجه برضه اسمها بي ار انتجر مش مهم يعني بي ار انتجر طيب هنا بقى التي ويف التي بص لديك ادي واحده وادي واحده وادي واحده يبقى التي ليها كام فيز؟ ثلاثه اهو واحد اثنين ثلاثه حد فاهم انا بقول ايه؟ يبقى التي لها ثلاثه فيز التي اهي لها ثلاثه فيز ادي واحد وادي اثنين وادي ثلاثه وادي ثلاثه تطلع في واحد وتنزل اثنين تنزل اثنين اثنين تنزل اثنين يبقى تطلع في مين؟ تطلع في السلو ايجكشن فيز وتنزل في البروتو دايستوليك اللي بار وتنزل في الايزومتر في ريلاكسيشن اللي بار طيب بص لي بقى عشان اسالك بقى تاني افصل افصل خلاص هنبدا من جديد وهسالك اسئله اقول لك ايه
في الايزومتريك كونتراكشن فيس يلا الدوريشن بتاعته 5 من 100 ها صح بيبقى فيه الكيو الار اس ويف صح الليت بارت طبعا الفار بيبقى فيه الايبري ها كومبون اوف فيرست انسر بيبقى فيه الايبري كومبس جروث بيبقى فيه السيميلر كومبس جروث فهمتم؟ هعمل ايده زي ما تيجي اهو كده جه على انهي فيس اللي هو ده اهو الرابت فيلينج فيس انا بسكن بقى اهو ما يجيبليش اي فيس ولا واحد منهم صعب عليا الرابت فيلينج فيس اكسبيريشن 1/10 بيبقى معاه ايه؟ تي بي سيجنال ايرلي بار وليت بار بيبقى معاه ثيرد هارت سيل بيبقى معاه الام فالفز اوبن ويبقى معاه السيميلونر فالفز كلوز سهلة افصل هنتكلم بقى عن حاجة اسمها فينتريكولار فوليا فينتريكولار فوليا اكيد اثناء السيستول الفوليوم انا بتكلم عن حجم القلب حجم الفنتر اكيد اثناء السيستول الحجم ايه ايه يا جماعه اثناء السيستول ايه طب واثناء الديستول يزيد قلت اثناء السيستول ايه واثناء الديستول يزيد دي ما فيهاش حاجه بس انا قلت لك في الاول اي ايزومتريك قول كده معايا اي ايزومتريك بيبقى اول فالفز ار كلوز اول فالفز ار كلوز وكأني ضاغط على كورة خشب ضاغط على كورة خشب الفالف سكوز وضاغط على كورة خشب معنى هذا الكلام هل الفوليا بتاع الكورة الخشب بيتغير ولذا الاسم الثاني بتاع الايزومتريك ايزوفوليومتريك عايزه فوليوم متريك يعني الكونتراكشن فيه بيبقى اسمه ايزومتريك ليه بس هتوصل بقى لو انا بزق الحيطه دي اهو بزقه بدراعي يبقى اسمها المصر هل لما بزق الحيطه اللي ما بتتزقش دي دراعي بيصر؟ لا بس منقبض منقبض من غير ما اغير طول منقبض من غير ما اغير طول يبقى اسمها ايزومتريك كونتراكشن ده بخلاف لو شلت حاجه من العقار البايسبس بتصغر يبقى اسمها ايزوتون ايزو ايه تون فالايزومتريك نجح ستايل بتاعه كلمتين اي ايزومتريك ببتديها بقى وانا كاتبها اي ايزومتريك اول فالفز ار كلوز والفنتريكولار فوليوم كونستانت والفنتريكولار فوليوم ثابت ما هو ما بيتغيرش تفتكرها كانك ضاغط على كره خشب والكره الخشب ما بتدرتش يعني الفوليوم بتاعها بيبقى كونستانت بيبقى ايه كونستانت يعني انت عايز تقول ايه يا دكتور هقول لك بص لي هنيجي عند الايزومتريك الاولاني ونعمل خط كده يبقى كده الفوليوم ثابت ولا بيزيد ولا بيقل؟ ثابت اهو مش كده ولا لا؟ يبقى اي انا بتكلم على الفنتريكولار فوليوم بتكلم على الفوليوم بتاع الفنتريك في حاله انا ببدا بالايزومتريك عشان يبقى الباقي سهل يبقى في حاله الايزومتريك اللي هو ايزو فوليومتريك الفول ايزو يعني ثابت على فكره ايزو فوليومتريك يبقى الفوليوم بتاع الفنتريكل ثابت طب بص لي وهاجن اهو وهاجن اهو في الايزومتريك بس هخلي ده فوق وهخلي الخط ده تحت اهو ماشي كده يبقى هنا الفوليوم اوف ذا فنتريكل ثابت وهنا الفوليوم اوف ذا فنتريكل ثابت خد بقى المعلومه اللي جايه والبروتو دايستوليك البروتو دايستوليك والبروتو دايستوليك هو زي الايزومتريك البروتو دايستوليك زي الايزومتريك غالبا في معظم الحاجات
في معظم الحالات. يبقى هنا هشد الخط ده برضه كمان شويه، يبقى الفنتريكولار فوليوم ثابت في 3 فيز. اي ايزومتر بيبقى الفالفوس ار كلوز. بص لتحت، اي اي ايزومتر اي ايزومتر بيبقى الفولي بيبقى الفالفوس كلوز. كل فوليوم فلسفه. بص بص هفكرها لك اهو، كانك ضاغط على كوره خشب اهو، ادي الكوره خشب. يبقى كوره خشب يبقى الفوليوم ثابت. كرة خشب يبقى الفوليوم ايه؟ ثابت اهو. مش عارف اعملها لك ازاي بقى. يبقى الفوليوم ثابت. اي ايزومتريك ها؟ الفوليوم اوف سيمتريك الاف؟ فولس. وول فولس ار؟ فولس. اي ايزومتريك بيبقى الفوليوم اوف سيمتريك الاف؟ فولس. ويبقى وول فولس ار؟ فولس. وبعدين بص لي بقى، اثناء السيستول الفوليوم ايه اللي هو لازم؟ والله السيستول يجي يوصل الخط ده بالخط ده كده اهو. طب واثناء الدايستول بعمل فيلنج، بعمل فيلنج للبسط من فيلتر كده، يبقى الفوليوم بتاعه دي سي. يبقى انا بطلع دي كده اهو، فاضل واحد اللي هو مين؟ الاتلس ستور. انت عارف اما اعمل اتلس ستور سيستور سيستور جواب اتلس يا واد اتلس سيستور سيستور. ايه اللي هيحصل؟ سيستور سيستور. قول الدم هيروح لمين؟ للفنتركل. هينزل يبقى الفوليوم بتاعه يزيد. يبقى هعمل دي يزيد ولا ثابت؟ يزيد. تيجي نازل تحت شويه هم طلعوا. هو انا نازل على الفوليوم الاسم؟ لا نازل على الفوليوم بتاع الاسم. لا انا بتكلم ايه؟ شغل الكبده بتاع ايه؟ فنتريكولار فنتريكولار فوليوم. مالكش مش احنا قلنا بقى قبل ما نتكلم على حاجه ما بنشغلش دماغنا في حاجه ثانيه. احنا بنتكلم على مين؟ على الفنتريكولار فوليوم بس. ده اللي اتكلم عليه. اي حاجه ثانيه ما بفكرش فيها. يبقى ثاني بقى هقول لك ايه؟ بص على الصبور. معلش هو انا عارف ان هي اصعب محاضره واتعب محاضره ليا بس مش مشكله. في الايزومتر كونتراكشن فيز اظبط دماغك بقى. في الايزومتر كونتراكشن فيز الدوريشن بتاعته 5 مللي، صح ولا غلط؟ صح اهو. والفنتريكولار فوليوم وبيبقى فيه التيوب والاسود وبيبقى فيه الفيرست هارت ساوند الالكترو وبيبقى فيه السيميليونر فالفز مقفوله والايبي فالفز مقفوله. هعمل ايه كده؟ وزي ما تيجي جت على مين؟ على السلو ايجيكشن. قول لي بقى يلا. هيبقى الدوريشن بتاعته 1/10 وهيبقى الفنتريكولار فوليوم بيقل. ما هو نازل اهو بيقل صح. وهيبقى فيه الاسندنج بارت بتاع الدي واي وهيبقى فيه نو بارت ساوند وهيبقى فيه الايه فالفز كلوز وهيبقى فيه السيميليونر فالفز اوبن. سهلة سهلة سهلة. ناجح استنى. هو احنا كده خدنا كام معلومة؟ نعدهم. احنا عايزين 80 معلومة. ادي تمام. 1 2 3 4 5 6 7 7 8 56. يبقى بقينا كام؟ بقينا 16 صح كده؟ 24 3 في 8 و24 بقينا 3 منهم 2 مهمين وواحدة مش مهمة. طيب بص لي بقى، أنا اتكلمت هنا عن الفنتريكولار فوليوم فعايز أتكلم على الفنتريكولار بريشر. يبقى أنا اتكلمت مرة عن الفنتريكولار فوليوم والمرة دي عاوز أتكلم على الفنتريكولار بريشر. حد فاهم حاجة؟ يا دوب احنا اتكلمنا على الفوليوم مالهاش دعوة بالبريشر، ما تربطش الاثنين ببعض. انسى الفوليوم انسى الفوليوم. احنا بقى عايزين نتكلم على الضغط اللي جوه الفينت اخباره ايه اثناء الكاردياك سايكل. نجح السايكل بتقول ان الفنتريكولار بريشر عباره عن جبلين موازي. جبلين موازي. الجبل الاول صغير
وبياخد فيز واحد، والجبل الثاني كبير وبياخد خمسة فيز، يطلع في اثنين وينزل في ثلاثة، والوادي اكيد هياخد الباقي، صح ولا لا؟ تاني بقى بقول ان الفنتريكولار بريشر بنجاح ستايل فيتكو، ان الفنتريكولار بريشر عباره عن جبلين ووادي، الجبل الاول صغير وبياخد فيز واحد، والجبل الثاني كبير وبياخد خمسه فيز، يطلع في اثنين وينزل في ثلاثه، والوادي هياخد الباقي، وادي باقي على نفس القفر، يبقى الوادي ياخد الايه؟ الباقي. اخر مره نجح ستايل في الفنتريكولار بريشر بتقول ان الفنتريكولار بريشر عباره عن جبلين ووادي، الجبل الاول صغير وبياخد فيز واحد، والجبل الثاني كبير وبياخد خمسه فيز، يطلع في اثنين وينزل في ثلاثه، والوادي ياخد الباقي. طيب بص لي كده صح صح معايا، خلاص كده ما عادش حاجات صعبه، انا بنشطر اهو فاضل ربع ساعه. طيب بص لي بقى كده، بص لي ادي هنا البريشر، هنعمل كده بيس لاين هنا خط وهم يعني عشان ابقى عارف ان البريشر ده اقل حاجه واكتر حاجه، يعني ده البيس لاين. ادي بص هفهمك بس، ادي الجبل الاول وادي الجبل الثاني وادي الوادي، مش كده؟ ادي جبلين ووادي، الجبل الاول بياخد ايه؟ فيز واحد، الجبل الثاني بياخد كام فيز؟ خمسه، ينزل في كام؟ في ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، ويطلع في كام؟ في اثنين، والوادي هياخد الاثنين الباقيين. سهلة يعني؟ هعملها لك بقى، بص ادي الجبل الاول صغير وبياخد فيز واحد، سهل ما فيش اكتر من كده، وادي الجبل الثاني الكبير، ها قول لي بقى بيطلع في كام؟ بيطلع في اثنين اهو، يبقى الماكسيمم قمه الجبل عند كام؟ عند الاثنين، خلاص ده القمه، وهذه القمه يا ساده هو لما يكون الضغط 120، لان البريشر هنا بيبقى الاورطه 120 على 80 وبيبقى البلمونري 25 على 10، يبقى اقصى ها في بريشر في البنتر فينا كام؟ 120 نقطه الاورطه، يبقى ده الاقصى اللي هو السيستول يعني. طيب وعايزين ننزل ثلاثه اهو، هننزل ادي الاولاني وادي الثاني وادي الثالث وادي الوارث، تاني اقولها تاني، نجح ستايل بتقول ان الفنتريكولار بريشر عباره عن جبلين ووادي، الجبل الاول صغير وبياخد فيز واحد، والجبل الثاني كبير وبياخد خمسه فيز، يطلع في اثنين وينزل في ثلاثه، والوادي ياخد الباقي. بص في الايزو، انسى بقى انسى، في الايزومتريك كونتراكشن فيز ايه اللي هيحصل؟ اهو هم قول يا فنتريك، وانا اللي هقوله ده انا عارف، الفنتريكولار بريشر يزيد ولا يقل؟ اهو 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 اهو، بعد كده هيبدا يزيد تدريج بس مش زي الاول يعني، ها نقول بقى تاني، في الايزومتريك كونتراكشن فيز ايه اللي بيحصل؟ ها فنتريك بريشر انكريز انكريز، طيب و الفنتريكولار بريشر ساكت، كنت هنا يا جماعه بص تقول ايه؟ كوليسترول، الفنتريكولار فوليوم كوليسترول، ها والكيو والاس ويل والاتي كومبوننت اوف فيرست هارت سم، و الام فالفز مقفوله والسيميلونر فالفز مقفوله، هعمل ايدي كده وزي ما تيجي جت هنا رابط فيلينج فيز، يلا قول ايه الحاجات اللي بتحصل فين؟ ها الوادي معناها انكريز، معناها انكريز لان الوادي ما بيبقاش مستقيم، مش كده ولا ايه؟ مش الوادي بيبقى كده، يبقى بس حاول ايه؟ سلايد سلايد، يبقى على دي كده سلايد انكريز،
the slight increase of ventricular pressure. قول slightly. هو طب هو بيزيد هنا ليه؟ عشان بيبدا الفيلم. اما الدم يخش جواه يبقى الفوليوم يزيد يبقى البريشر يبدا يزيد. طيب وهنقول الفنتريكولار فوليوم هنقول انكريز لان الدم بدا يخش. اما الدم بدا يخش فالفوليوم يزيد. صح ولا لا؟ طيب وبعدين يبقى عايز بس اعمل الاسم يعني الاسم اهي يبقى الاسم اهي الاسم اهي الاسم اهي خلاص كده؟ طيب ونو واللي بيبقى فيه تي بي سيجمنت ويبقى فيه السيف ارت ساوند والايه فالفز مفتوحه والسيف الليونال فالفز مقفوله. مش انا لما باجي انا لازم اقفل الاورطه بطرد وافتح مين؟ المانترا وبضخ الدم من هنا لهنا فبمنع. اما امنع يبقى الفوليوم يزيد اهو ادي الفوليوم يزيد. طب انا بمنع دم كتير يبقى البريشر يزيد ادي البريشر زاد. خلاص كده؟ يبقى كده اخر مره نجح ستايل في الفنتريكولار بريشر بتقول ان الفنتريكولار بريشر عباره عن جبلين ووادي. الجبل الاول صغير وبياخد فيز واحد والجبل الثاني كبير وبياخد خمس فيز. يطلع ثلاثه اثنين وينزل في ثلاثه والوادي ياخد ايه؟ هسألك سؤال امتى الفنتريكل يضخ الدم في الاورطه؟ امتى الفنتريكل يضخ الدم في الاورطه؟ لما الضغط الواي زي اما البريشر في الفنتريكل يتخطى البريشر في الاورطه بس كده. دي المعلومه. يعني عمر الفنتريكل ما يعرف يضخ الدم الا اذا كان البريشر في الفنتريكل اعلى من 120 شويه. يا تكون بنص، المهم يعلن عن مين؟ عن ال 120. يعني عايز اقول ان تقريبا البريشر بتاع الاورطه زي البريشر بتاع الفنتركل ولكن الفنتركل لازم يعلى عنه شويه عشان يزق الدم من الفنتركل الى الاورطه. سهله دي؟ فهنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بص لي هنيجي اهو وهقول ديورنج اتريال سيستول ديورنج اتريال سيستول. بص لي هعملها انا اهو معلش لا هنقول دي خلاص اللي باقي مش مهم. يبقى ديورنج اتريال سيستول اتريال سيستول اتريال سيستول فاهمني؟ يبقى الدم بيبنى يبقى الفنتركل بيبنى ولا مش بيبنى؟ لازم الاورطه الفالف ده يكون ايه؟ مقفول صح؟ اسمعني بقى اما يتقفل الاورطه الدم اللي في الاورطه بيمشي للبريفرال بريشر. هو مش انت قفلت السكه؟ الدم بقى اللي طلعته ده هيتاني واحد هنا ولا بيمشي؟ بيمشي يروح للتشن. اما يمشي يروح للبريفرال بريشر يبقى الفوليوم بتاع البلط في الاورطه يقل إيه ولا يزيد؟ إيه؟ يبقى البشر بتاعه يقل. إيه؟ تاني انا هعمل اتريال سيستول يبقى معناها بضخ الدم من الاتريال الى الفنت. يبقى انا داخل الفنت. طالما بتنزل الفنت كده يبقى لازم الاورطه تكون مقفوله. طب لما تقفل الاورطه الدم اللي كان في الاورطه ولا بيمشي للبريفرال تيشو؟ يمشي. يبقى حجم الدم اللي في الاورطه يقل إيه؟ يبقى البريشر اللي في الاورطه يقل إيه؟ يعني انا في الاتريال سيستول بص لدي بقى في الاتريال سيستول الاورطه اهو الاورطه اهو 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 لتحت السيليون مقفول. طب وده مقفول يا بنت يا واد. هنا السيليونر فالفز مقفول وهنا السيليونر فالفز مقفول. يبقى الاورطه الفالف ايه؟ مقفول. يبقى الدم اللي في الاورطه هيتم واحد ولا يمشي؟ يمشي. يمشي. اما يمشي يبقى الفنتريكولار فوليوم يقل. الاورطه الفوليوم يقل. يبقى البريشر بتاع الاورطه يقل. فاهمني؟ بص لي بقى هيقل 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 يقل 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 لما يجي هنا. قول لي ليه؟ مش هنا الاورطه الفضل مقفول يا دكتور؟ وهنا الاورطه الفضل مقفول يا دكتوره؟ طب لما يبقى الاورطه الفضل مقفول
يبقى خمل في الاول هتعمل متاكد ولا هيمشي يمشي. يبقى الفوليوم بتاعه يقل يبقى البريشر بتاعه يقل صح. طب بص اللي بعدها هنا الاورطه الخلطه هيعمل ايه؟ هيفتح صح تحت الوزن. بس امتى يفتح؟ لسه ايه اما البريشر اللي بيفتر كده يكون اعلى منه الاورطه. شوف بقى هنعمل ايه؟ هنركب ده على ده. حد فاهم حاجه؟ هنركب ده على ده. حد فاهمني؟ ركبنا الفنتريكولار بريشر على الاورتيك بريشر. معنى هذا الكلام ان الفنتريكولار بريشر اعلى من الاورتيك بريشر وبالتالي يحصل رابيد اجيكشن. محدش فاهمينها؟ هقولها تاني. حسن اللي انتوا مش فاهمينها. حسن. اخر واحده بقى خلاص انا عارف ان انتوا هنجبتوا من كتر الريستارت كل شويه. طيب هنقول اما يبقى الاورطه الفرد مقفول فالدم بيسيب الاورطه ويروح للتشو. اما يسيب الاورطه ويروح للتشو يبقى حجم الدم اللي في الاورطه بيقل. يبقى البريشر بتاع الاورطه بيقل. طب اما نفتح بقى الاورطه امتى نفتحه؟ اما يكون البريشر في الفنتركل اعلى من البريشر في الاورطة عشان يقدر يزق. صح. يعني احنا في الرابيد ايجيكشن فيس هنركب الفنتركل فوق الاورطة بحيث ان الفنتريكولار بريشر يكون اعلى من الاورطة عشان يقدر يزق الدم. وده اللي حصل في الرابيد ايجيكشن فيس. ركبنا الفنتركل فوق الاورطة بريشر وبالتالي هيتم ماشي بقى معاه يبقوا زي بعض 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 لغاية نهاية الدايستوليك فيز بروتو دايستوليك فيز زي بعض زي بعض. بس ايه؟ زي بعض. بس ايه؟ يلا بس الفنتريكولار بريشر بيبقى اعلى لان الفنتركل بيعمل ايجيكشن. ايجيكشن يبقى لازم يتغلب على البريشر بتاع الاورطه. لان لو البريشر بتاع الاورطه اتغلب على الفنتريكولار يبقى مش هنضخ الدم. يبقى يعمل حاجه اسمها افتر لود. خلي بالك يجي اهو بص لي كده بص لي كده اهو ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الاورطه الضال؟ قفل تاني صح ولا لا؟ يا ابن الكلب اما قفل يا دكتور بص لي بقى اما قفل طبعا احنا خدنا الدم اللي هنا فالبريشر هنا بقى قليل. خلي بالك بقى قليل من الصفر يعني قليل 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 تمام؟ فالدم اللي في الاورطه خلي بالك ده لسه مفتوح. هو انا هقول لك ازاي بيقفل يعني. احنا لما خلصنا الرابط السلو ايجيكشن فيز طلعنا كل الدم اللي في البنت ما عدا الاندستوري كولر طبعا سهل. فهنا بقى البريشر هنا ايه؟ قليل. طب والبريشر هنا؟ عالي لان احنا لسه ضاقين دم في الفيز اللي هو السلو ايجيكشن. فالبلط ده عاوز يرجع لورا. عاوز يرجع لورا ليه؟ علشان البريشر هنا ايه؟ قليل. وهنا البريشر ايه؟ عالي. بص بقى ده وهو راجع يحضر كسر معاه. وهو راجع ياخد التو كاسبس معاه. حد فاهم قصدي؟ يعني الدم وهو راجع اعمل ايدك كده يا دكتور اعمل ايدك كده ايوه وهو راجع ياخد الكاسبس معاه. ارفع ايدك عشان نشوف. وهو راجع الدم وهو راجع ياخد الكاسبس معاه. وهو راجع ياخد الكاسبس معاه. حد فاهم حاجه؟ يبقى لما عملنا رابد ايجيكشن فيز الفنتريكولار بريشر بقى قليل بس لو قلت البريشر بقى ايه؟ عالي. فالدم عايز يرجع من الضغط العالي الى الضغط الايه؟ الواطي. فهو راجع ياخد الكاسبس معاه يقفلها. بس لما يقفلها يجمع شويه بلد وراه. ما هو راجع عشان ايه؟ يروح البنت. فجه قفل مين؟ الفالف. فاما اتقفل الفالف قفل في وش الست. فالشويه اللي راجعين اتجمعوا ورا مين؟ ورا القصب. فاهمين ولا لا؟ يبقى الدم وهو راجع خد القصب معاه. فهو بقى ما راحش على الفنتركل ده البلط اتقفل فجم واقفين ورا مين؟ ورا القصب. يبقى هنا
الفوليوم زاد ولا قل؟ زاد. بتاع الاورت بريش. طب والبريشر زاد. بص بقى هنا بقى يجي عامل ايه يا دكتور؟ يجي عامل ايه؟ يجي عامل اهو عامل اهو ويف وعامل حفره هنا. يبقى دي حفره ودي ويف. دي حفره ودي ويف. اهي شويه الزياده دول ايه سببهم؟ اما عند الدكتور بشر قال فلو قلت البريشر بيبقى عالي فالدم عايز يرجع من الضغط العالي للضغط ايه؟ الواطي. فهياخد مين معاه؟ الكسر. يقوم شويه الدم دول يتجمعوا ورا مين؟ الكسر. اما يتجمعوا ورا الكسر يبقى حجمهم كبير يبقى البريشر بتاعهم ايه؟ عالي. يبقى شويه دول يطلعوا على الجيش وبعد كده ينزل تاني. ينزل تاني ليه؟ عشان اورت الضل بيبقى مفهوم. وما الاورت الضل بيبقى مفهوم الدم بيسيب الاورطه ويروح للتشت. يبقى اي فيز بيبقى فيه الاورت فالف مقفول ها قول. يبقى الاورت بريشر يقل ما عدا البروتو دايستوليك فيز علشان الحته اللي بقول لك عليها وهو راجع قول هيقفل الكسر يتجمع ورا مين؟ ورا الكسر. يقوم الفوليوم ايه؟ يزيد. يقوم البريشر ايه؟ يزيد وبعد كده يقل تاني. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ بيقول عليها باي كروتيك نوتش. عارفين النوتش في الاناتومي؟ او ويف او باي كروتيك ويف. يبقى باي كروتيك نوتش او باي كروتيك ايه؟ ويف. كده الكاردك سايكل خلص. اما اقول لك اخر مره قول لي الايزومتريك كونتراكشن فيز. خلي بالكم انا كل مره اقول الايزومتريك كونتراكشن فيز صح؟ لان اهم تو فيزز هو الايزومتريك كونتراكشن والايزومتريك ريلاكسيشن. اهم تو فيز اهم ما قلتش هما المهمين اهم. يبقى هنقوله بقى ونخلص اخر مره وخلاص مش همسك القلم تاني. عايز وقت نقول الاكشينج. بص بقى في الكتاب بيقول لك كده هقول لك بس عشان تذاكر ازاي. يقول لك اتريال سيستول يبقى هنتكلم على انهي فيز؟ اول واحد. نكتب الديوريشن نمره واحد. نمره اثنين بص فنتريكولار بريشر. نمره ثلاثه فنتريكولار فوليوم. نمره اربعه اورتيك بريشر. نمره خمسه هارت ساوند او خلينا بالترتيب يبقى اي سي جي. نمره 6 هارت ساوند. نمره 7 اي في فولت. نمره 8 سي مليونر فولت. كل فيز تملى لي ده وتعمل جدول لنفسك بقى بعد ما تخلص يعني ان شاء الله. يبقى كل سيستول كل فيز قصدي اتكلم على 8 معلومات اللي هي الديوريشن الفنتريكولار بريشر والفنتريكولار فوليوم والاورتيك بريشر والاي سي جي والهارت ساوندز والايفل فالفز والسيميليونر فالفز والفنتريكولار فوليوم كلها. خلاص كده؟ يبقى كده لو انت اتحداك لو انت تعرف ترسم دي قبل المحاضره. اتحداك انك بعد المحاضره هتروح ترسمها تاني بطريقتك. انا هبعت لك اللي انا عاملها يعني على الواتساب.